على هذه الطاولة ما يستحق الحوار، على هذه الطاولة تنسى كل الخلافات وكل الصراعات وكل الدماء التي زهقت في حروبهم. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. تناسينا أجراسنا المسروقة، كمان غفرنا المجازر اللي ارتكبت بحقنا، وانت عايش للكذب، روح ضلت البحر وعمول البدك ايه. ماذا نقول او ماذا اقول لشتام الامس؟ لا شيء. فخامة الرئيس الشيخ امين جميل ما يلي: عدم حضور الاجتماع مؤسد لدي معلومات ان في نية لقصف الضاحي وتهجيره، والقصف عندي اخطر من الاجتياح. اذا تم هذا الامر سوف اضطر ان ارفع عصا الجيش من يده. ارباب السلطة يستطيعون تجاوز الخلافات التي فرقتهم او الدماء التي جمعتهم حين يصبح الخطر داهما، مع انطلاق الحراك المطلبي واستعار الخلافات بين مختلف المجموعات المنظمة ثمة ثابت وحيد: إذا كانت السلطة قادرة على الاتفاق على حساب المواطنين على الرغم من كل شيء، ما الذي يمنع المجموعات من الاتفاق على حساب السلطة؟ الصحفي حسان الزين الذي انسحب من الحراك وبقي داعما له يرى أن اتحاد السلطة بعنوان الحوار أكبر دليل على ضرورة اتحاد مجموعات الحراك. أنا ما بعتقد أنه بعد 29 صار في خلافات، ازدادت الخلافات، بالعكس يمكن تكون بعد 29 تقريبا و30 جمدت الخلافات بس بقيت موجودة. أول شيء بدنا نقول أنه الخلاف اللي بين الشباب منه بحجم الخلاف بين القوى السياسية، أقل بكتير. هي اختلافات إذا بدك على شو الأولويات، اختلافات ممكن تكون على كيف التنسيق، اختلافات سياسية أي منا نخطي. هلأ هن رايحين على حراك 9 شهر للأمانة متفاهمين على أنه يكونوا موحدين وأنه يكون حراك منظم ومتفقين عليه. حدث الحوار وما يعنيه من اتفاق قوى سياسية حطت كل خلافاتها على جنب بس من أجل إجهاض هذا الحراك أو إنهائه أو الانقضاض عليه، يعني هذا مفترض تكون مسؤولية كبيرة لتحمس الناس، مش بس اللي عمال بيتحركوا، تحمس كل المواطنين ليشوفوا كيف الطبقة السياسية بتتصرف تجاه أهدافهم وتجاه مطالبهم. أنا بعتقد يعني راح تكون شرسة يعني السلطة السياسية راح تكون شرسة معه، لأنه بيوم في مواجهة 22 شهر كان مواجهة ما بين المواطنين أو الحراك والفساد، 9 شهر مواجهة واضحة ما بين المواطنين والطبقة السياسية اللي عمال بتقول أنا بتجاهل كل اللي بدكم إياه وبعمل حوار اللي له جدول أعمال مصالحي مش مصالحكم كمواطنين. يوم الأربعاء المقبل سيرتسم مشهدان في ساحة واحدة: مشهد سلطة تتحاور لإنقاذ نفسها، ومشهد حراك لن يسمح لهذه السلطة بإنقاذ نفسها. ثمة من قال في الثورة الفرنسية: شيئا فشيئا انهار العالم القديم، ولم يتخيل الملك مرة أن قطعا من هذا العالم ستنهار على رأسه. آدم شمس الدين، قناة الجديد.